نرحب بزميلنا محمد البازل المحلل الرقمي عشان نستعرض معاه ابرز ارقام الفريقين قبل مواجهه اليوم الاهلي امام البنك الاهلي. منورنا يا باز. مساء الخير يا كابتن اسامه، نور حضرتك. كل سنه وانت طيب. كل سنه حضرتك طيب والساده المشاهدين بخير. يعني احنا بنتكلم على الاهلي من نقدر نقول من شهر 11، من 1 نوفمبر لحد النهارده، تقريبا فوق الاربع شهور يا كابتن اسامه. لعب تقريبا 18 مباراه، 18 مباراه طبعا في مسابقات مختلفه، كاس عالم الانديه، تشامبيونز ليج افريقيا، كاس السوبر المصري، الدوري المصري، حتى كاس مصر اللي هو حتى النهائي بتاعه كان الماتش الاخير. في ال 18 مباراه الاهلي لم يهزم الا مباراه واحده، كانت امام فلامينسو في كاس العالم الانديه، حتى بيها بعدها طبعا توج الاهلي طبعا بالبرونزيه، وده انجاز يعني، حتى هزيمه ادت الى انجاز في حد ذاتها يعني. ده عايزين نقول ايه؟ ان الاهلي ماشي بخطوات ثابته يعني، الحمد لله في اخر الثلاث اربع شهور لا هزيمه على مستوى حتى دوري ابطال افريقيا، لا هزيمه حتى الدوري المصري بارقامه في السبع مباريات لا هزيمه. ده بيدلل ان الاهلي ماشي بخطوات كويسه جدا من ناحيه التهديفيه، برضو من ناحيه احراز الاهداف والمعدل التهديفي ماشي من افضل الفرق، حتى من ناحيه ده هياخدنا لنقطه ثانيه يا باز، ان العدد اللي خده كابتن حسام حسن في منتخب مصر ده واقعي. لما بتتكلم على 10 لاعبين من النادي الاهلي ده واقعي بحكم الارقام، بحكم ان النادي الاهلي بيحصد البطولات، افضل سكواد موجود في مصر. طبعا طبعا، يعني ده بنتكلم على فريق محقق ثلاث انجازات في اخر ثلاث اربع شهور، بطوله السوبر المصري، كاس السوبر، برونزيه كاس العالم للانديه، التحامات في مسابقات مختلفه بليفل عالي جدا. فبالتالي الفريق ومعظم سكواد النادي الاهلي على مستوى عالي من الجاهزيه مقارنه حتى بالانديه الاخرى. فبالتالي احنا رقميا وبدنيا وفنيا الاهلي من افضل السكواد حتى الان. حتى لو استعرضنا النهارده، ندخل بقى في مباراه النهارده البنك الاهلي ونشوف ارقام، مش هعمل مقارنه برضو، هو مشوار الفريقين في الدوري. طيب احنا نشوف مع نستعرض دلوقتي الارقام مع الباس. اتفضل. الاهلي يا كابتن اسامه لعب سبع مباريات زي ما احنا عارفين، عنده مؤجلات كثيره جدا. البنك الاهلي لعب 15 مباراه. البنك الاهلي طبعا في المرتبه رقم 15 على الدوري زي ما احنا عارفين، 12 نقطه. النادي الاهلي 10 في المرتبه رقم 10، عنده يعني سبع مباريات فقط، فاز في خمسه ولا خساره واثنين تعادل. الناحيه الثانيه البنك الاهلي عنده عدد خسائر كبير جدا، حتى كابتن طارق مصطفى زي ما حضرتك كنت تفضلت وقلت بدا ان هو يعيد الفريق ثاني. ليه ده كله قبل تولي طارق مصطفى القياده الفنيه؟ مظبوط، لان اخر اربع لقاءات مع كابتن طارق مصطفى عنده ثلاث تعادلات وحتى هزيمه وحيده امام فاركو، ولكن يعني ماشي بخطوات أفضل من الأول طبعاً، لأن تعادلاته قدام الاتحاد وقدام زد يعني فرق برضو عاملة شغل كويس جداً في الدوري. من ناحية الأهداف، النادي الأهلي أحرز 12 هدف في سبع لقاءات، ده معدل تهديفي عالي جداً. الناحية الثانية البنك الأهلي 16 هدف في 15 لقاءات، ده برضو معدل تهديفي بيدلل أن يعني كل مباراة بهدف معناه أن هم بيحرز في كل مباراة حتى لو كان هناك هزيمة أو تعادل. الناحية الثانية الأهداف المتوقعة الإكس جي، هنقف عند الرقم بتاع البنك الأهلي 30 هدف، كان ممكن هو يصل ل 30 هدف، تخيل ضعف الرقم اللي هو أحرزه. وده بيدلل أن الفريق نادي البنك الأهلي بيوصل بيسدد بيصنع فرص، وفعلا من افضل الانديه في الترتيب حتى في صناعه الوصول. الفرص في الوصول والتسديدات على المرمى. النادي الاهلي طبعا 18 هدف في السبع لقاءات، ده يعني رقم كبير جدا. نكمل ده من ناحيه طبعا الهجوميه، الركنيات الاهلي بيعمل سبع ركنيات صحيحه في المباراه، اجمالي 50 ركنيه في السبع لقاءات يا كابتن اسامه. الناحيه الثانيه 85 ركنيه للبنك الاهلي في 15 لقاء، فبالتالي عنده معدل المباراه الوحيده خمس، بيوصل لخمس ركنيات. صناعه الاهداف وصل ل 11 اسيست، النادي الاهلي 14 اسيست. اما التمريرات المفتاحيه وصل البنك الاهلي 92 تمريره مفتاحيه، ده الرقم كنت بقول لحضرتك عليه، عشان بالتالي الاكس جي عنده كان ممكن يوصل ل 30 هدف واحرز 16 هدف. فبيوصل بتمريرات مفتاحيه اللي على مرمى الخصم برقم كبير جدا، 92 مره في ال 15 مباراه. النادي الاهلي 66 مره في سبع مباريات، ده رقم كبير جدا بيدلل الاهلي عنده فرص كبيره جدا، يصل ل 10 فرص اجمالي، 10 فرص في اللقاء الواحد للنادي الاهلي. اجمالي الفرص اهو 80 للنادي الاهلي، منهم 12 يعني في المباراه الواحده. اما الناحيه الثانيه 103 فرصه، يعني السبع دي فرص بقى بشكل عام، سواء كانت فرص كبيره محققه أو فرص عادية. هنا بقى الفرص الكبيرة المحققة اللي منها أهداف على طول، كان 13 فرصة محققة للبنك الأهلي، النادي الأهلي خمس فرص حتى الآن، يعني سبع مباريات ما كانش فيه المعدل الكبير للفرص الحقيقية. أما إجمالي المحاولات والتسديدات، النادي الأهلي
في المباراه الواحده يا كابتن اسامه بنوصل ل 14 تسديده على المرمى، وده ثاني افضل فريق في الدوري المصري حتى الان من السبع لقاءات. يعني في بيراميدز، في سيراميكا من الفرق اللي بتسدد بشكل كبير. الناحيه الثانيه وده حل من الحلول الهجوميه التسديد طبعا، خاصه التسديد على الدفاعيه مظبوط. يعني شفنا الكروسات حتى العرضيات اهوت يا كابتن اسامه، النادي الاهلي من افضل الفرق او اكثر الفرق بيعمل عرضيات، بيصل ل 21 عرضيه في المباراه، خمسه منهم شكل صحيح، عشان احنا دايما بنقول ما بنستغلش العرضيات الكروسات بشكل كبير، ولكن احنا بنلعب طبعا الدبل باسس والثرو ان بشكل افضل، وعندنا الاجنحه اللي بتعمل الاختراقات في العمق، فعشان كده بشكل خطوره بشكل افضل. الناحيه الثانيه 21 عرضيه للبنك الاهلي، خمسه منهم شكل صحيح، يعني ارقام متقاربه من ناحيه الكروسات. حتى ناحيه التسديدات احنا الافضل، واجمالي المحاولات التسديدات على المرمى ده من الناحيه الهجوميه بتبين شكل الفريقين ماشيين ازاي، وقلنا البنك الاهلي بيمتاز من الناحيه الهجوميه بوصول المرمى. اما من ناحيه الاستحواذ والناحيه الدفاعيه، ناحيه الاستحواذ بيصل 54%، عايز اقول لحضرتك اخر مباراتين مثلا وصلوا 63% امام الاتحاد رغم التعادل، وامام فاركو رغم الهزيمه وصلوا برده ليه حاجه 62% وكسبوا الاستحواذ. ممكن يكون سلبي في بعض الاوقات، ولكن هو بيلعب كابتن طارق بيلعب على التمريرات القصيره بشكل كبير جدا. التمريرات بالمباراه عندهم بيصلوا هو 368 تمريره صحيحه في المباراه، الدقه 79%، مش احسن حاجه، عندهم مس باس كتير. النادي الاهلي بنصل ل 84% ونصل ل 451 تمريره في المباراه الواحده. يعني حتى المباراه اللونج بولز بيلعبوا لونج بول بشكل كبير 48، احنا 36 بالمباراه، استقبلوا 21 هدف يا كابتن اسامه، احنا استقبلنا خمسه فقط، والاهلي اقوى خط دفاع حتى الان في الشباك النظيفه، حتى عندنا اثنين شباك نظيفه، هم عندهم ثلاثه من ال 15. الاهداف المستقبله المتوقعه كان ممكن يدخل في مرمى 38 هدف، ده بيدلل عدد كبير، عدد كبير ان ما فيش توازن او بالانس ما بين الناحيه الدفاعيه والناحيه الهجوميه، رغم عندهم افضليه في الناحيه الهجوميه. لمس الكره دخل منطقه الجزاء بيوصلوا بيلمسوا الكره، يعني وصلوا ل 9 و10، النادي الاهلي بيلمس في الكره جوه منطقه الجزاء الخصم بيوصل ل 20 مره في المباراه الواحده، وده رقم كبير جدا. بنخسر الكوره 36 مره مقابل 38 مره، ولكن بنعمل اعتراضات وابعاد للكوره بشكل كويس جدا، عند النادي الاهلي 11 و7 ابعاد الاعتراضات وابعاد الكوره، نفس الكوره لاستخلاص الكوره. الشكل الافضل للنادي الاهلي من الناحيه الدفاعيه، من الناحيه الهجوميه نكاد في السبع مباريات معدل تهديفي ممتاز جدا. نتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي، يتبقى التوفيق باذن الله. شرفتنا ونورتنا يا باز. شكرا كابتن اسامه، كل التوفيق ان شاء الله.